يسعدنا طبعا في هذه اللحظات ان ينضم لنا الاستاذ محمد الخنجي المسؤول الاعلامي المسؤول الاعلام المحلي والاقليمي باللجنه العليا للمشاريع والارث. اهلا وسهلا بك براد. اهلا وسهلا فيكم يا اخوي، شكرا لك على هذه الدعوه ونرحب بكل اخواننا في السلطنه ويعطيكم العافيه. حياك الله، سعيدين بوجودك. في البدايه يعني خلاص ما عاد يفصلنا الا ساعات قليله عن البدايه، ما هي احاسيسك وانتم عملتوا طبعا في هذا الملف لسنوات ليست بالقصيره؟ والله طبعا والله ما اعتقد ان في شعور الان يوصف شعورنا ويوصف مشاعرنا في هذه اللحظات المميزه واللحظات التاريخيه الكبيره اللي اعتقد تعيشها دوله قطر ويعيشها العالم العربي والاسلامي اجمع طبعا قبل انطلاق المونديال العربي الاول والمونديال الاول في الشرق الاوسط. بالتاكيد جهد كبير، عمل لسنوات طويله، ولله الحمد نحن نصل الان الى ساعه الصفر قبل ساعات قليله من انطلاق المونديال الذي نسعى باذن الله ان يكون مونديال استثنائي. توافد الجماهير، حضور طبعا اعداد كبيره جدا من الجماهير وايضا من الدبلوماسيين، من شخصيات، من رؤساء الدول، هذا يؤكد على اهميه هذا الحدث الكبير الذي تميز به الدوله والذي جالس يحقق ارقام قياسيه حتى قبل ان ينطلق، سواء في اعداد الجماهير، في اعداد الاعلاميين. نتمنى باذن الله ان تتكلل هذه الامور كلها بالنجاح وان يشهد العالم اليوم انطلاقه تاريخيه لهذا المونديال التاريخي باذن الله تعالى. بما نتكلم عن الافتتاح، هل من معلومات معينه تفاصيل ممكن نقولها للمشاهدين؟ شو المفاجات اللي ننتظرها اليوم في الافتتاح؟ والله شوف طبعا انا صراحه ما اقدر اعطيك تفاصيل الان، نحب ان شاء الله انها تكون ان شاء الله امام الناس يشوفونها على الملأ باذن الله، او اللي راح يتابعونها في الملعب او اللي يتابعونها على الشاشات. بالتاكيد ان شاء الله ان راح يكون شيء بسيط ومميز في نفس الوقت ان شاء الله، نتمنى ان ينال على اعجاب كل العالم باذن الله. بالتاكيد الكل ينتظر هذه اللحظه، الكل ينتظر حفل الافتتاح، وان شاء الله انه هو يكون معبر. بالتاكيد انه راح يكون معبر، يعبر عن تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا. بالتاكيد ان شاء الله يكون شيء مميز باذن الله ويفرح كل العالم العربي والاسلامي والعالم اجمع ان شاء الله. محمد، ايضا انت في فترات طويله كنت مع المنتخبات القطريه ومتابع ايضا المنتخب الاول بشكل دقيق، توقعك لمباراه اليوم امام المنتخب الاكوادوري؟ ودائما المباراه الافتتاحيه في هذه المواعيد قد تعني الكثير في حظوظ تاهلك من دور المجموعه. بالتأكيد منتخبنا الوطني مثل ما انت عارف يدخل هذه البطولة وهو حامل لكأس الأمم الآسيوية للمرة الأولى في تاريخه. المنتخب الوطني في الفترات الأخيرة قفز قفزات كبيرة جدا في التصنيف الدولي، وصل إلى مراحل احتك فيها بمنتخبات وبمدارس مختلفة خلال السنتين أو الثلاث سنوات الماضية، قارع منتخبات كبيرة، شارك في بطولات كبيرة، عنده لاعبين على مستوى عالي جدا، ولله الحمد حقق أو تواصل وتواجد في معسكرات في الفترات الماضية احتك من خلالها في العديد من المنتخبات. أعتقد بأن العنابي ما ينقصه أي شيء، لكن إحنا صراحة كلنا كجمهور قطري، يمكن أنا أبتعد عن عمل الإعلام أتكلم كجمهور، إحنا نطالب لاعبينا فقط بأنهم يستمتعون، أنهم يستمتعون بكل هذه اللحظات كما تستمتع الجماهير، هم أيضا يستمتعون في هذه البطولة تقام على أرضهم بعاد أعتقد بإذن الله أنهم عن الضغوط. لذلك أعتقد بأن العنابي قادر على تحقيق نتائج إيجابية، قادر على إسعاد جماهيره، إن شاء الله نراه اليوم يحقق نتيجة إن شاء الله إيجابية تسعد كل الجماهير وتكتمل الفرحة إن شاء الله بنتيجة إيجابية للعنابي. شكرا جزيلا لك محمد، وبالتوفيق ان شاء الله للعنابي ولقطر ايضا في استضافه مونديال تاريخي باذن الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا لكم ويعطيكم الف عافيه، نتمنى لكم مشاهده ممتعه ان شاء الله اليوم في حفل الافتتاح. شكرا لكم. اذا حسين، نعم هكذا كان معنا الاستاذ محمد الخنجي مسؤول الاعلام المحلي والاقليمي باللجنه العليا للمشاريع والارث، ويعني الكل يترقب الان صافره البدايه وانطلاقه مونديال قطر 2022.